عسلامة، أنا أمين جراية، ديريكتور دوبيراسيون تاع مشروع تونس 88. نستدعى فيكم اليوم الكونسير اسمه صوت الجيتار. صوت الجيتار هو كونسير بشراكة مع تياترو دوبيرا دو تونس، باش يأثوا أوركستر من إسبانيا من مالاغا باش يجينا، اسمهم كونسيرتو مالاغا. باش يكون معاهم كيمبول جالاغير عازف بيانو، باش يكون معاهم أميني كولي، أولريك برونوبير، باش يكون معاهم زادا كورال نتاع تونس 88 بوليفونيك، وباش يكون معاهم زوز كلوبات من تونس 88 من المهديه والكيف باش يغنيو اغنياتهم. الكونسير هذا فيه موسيقى متنوعه برشا، من الموسيقى اسبانيول للموسيقى البوب والحاجات اللي عملوا فيهم التلامذه. نستناوكم نهار الاحد 14 نوفمبر مع 6 نتاع العشيه في قاعه الاوبرا